بهدف إدخال إصلاحات هيكلية هامة على الصعيدين المؤسساتي والاجتماعي الاقتصادي، عرض الوزير الأول مخطط عمل الحكومة على نواب المجلس الشعبي الوطني، مبرزاً المحاور الأساسية التي يتضمنها المخطط المنبثق من برنامج رئيس الجمهورية والتزاماته 54. يعتبر هذا المخطط الخط التوجيهي الذي تبنى عليه مساعي الحكومة، حيث راعينا فيه الجانب العملياتي مع ترتيب الأولويات وفق ما يقتضيه الظرف الحالي وكذا الأهداف التي سطرها السيد رئيس الجمهورية ضمن التزاماته، والتي ستعمل الحكومة جاهدة على تثمين وتعزيز ما تحقق منها والمضي قدما في إنجاز ما بقي من هذه الأهداف والالتزامات في إطار بناء أسس الجزائر الجديدة. وبخصوص كيفية تجسيد هذا المخطط على أرض الواقع، تباينت آراء نواب المجلس الشعبي الوطني حول قدرة الحكومة على تنفيذ المخطط في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد. أعتقد مبدئيا أن وصول هذا المخطط إلى البرلمان وإلى قبة البرلمان للمناقشة في هذه المحاور التي هي محاور تمس حياة المواطن الجزائري بشكل مباشر، من الناحية الاقتصادية، من الناحية الأمنية، من ناحية السياسة الخارجية، من ناحية كذلك تطوير الآليات والأدوات للخروج من الكثير من الأزمات على مستوى الاقتصادي والتجاري والصناعي. هي مبادرة، نحن على مستوى حزب جبهة التحرير تقاطعنا في كثير من النقاط داخل هذا المخطط مع البرنامج حزب جبهة التحرير، وأكيد أننا سندعم كل هذه النقاط والمحطات التي توافقنا فيها مع مخطط الحكومة. نثمن ما جاء في المخطط، ولكن الملاحظة الأساسية على هذا المخطط أنها لم ترتبط، هذه الأهداف الطموحة الكبرى لم ترتبط بآجال محددة دقيقة، ولم ترتب لنا الأولويات من يسبق من ومتى وكيف نؤدي هذه الإنجازات الكبرى. فقط نشير إلى أن السيد رئيس الوزير الأول كان أشار في آخر تدخل، قال بأن سنعمل على تحويل هذا المخطط إلى خارطة طريق قطاعية التي من خلالها كل قطاع يحدد الأهداف بدقة ويحدد الآجال ويحدد الإنجازات. الحكومة من خلال هذا البرنامج تسعى لاستعادة ثقة الشعب في مؤسسات الدولة وإبراز دوره كشريك في حوكمة اقتصادية عصرية وسياسية اجتماعية عادلة بعيدا عن كل أشكال الفساد والمحسوبية.